لعن الله عمر للضلع هو الكسر لعن الله للضلع لعنهم. وبالتالي أدى إلى التكفير الذي لم يقف إلى هذا الحد، بل تطورت الأمور شيئا فشيئا إلى القتل والتنكيل والتفجير والتفخيخ من كل الأطراف. فيا ترى هل كان هذا ما يريده منا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين الأخيار؟ ويا ترى هل هذا ما كان يريده منا الخلفاء الأربعة أبو بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي؟ وأين أمة محمد؟ وأين أمة أبي بكر؟ وأين أمة عمر؟ وأين أمة عثمان؟ وأين أمة علي؟ أهذا يرضيهم؟ أهذا يرضيهم؟ وهل نحن وإياكم مقتنعون بما يحدث؟ ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نهتدي بهداه وهدى أصحابه وآله، وقال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ ولعل القربى أعم من القربى النسبية، بل تعم القربى المعنوية وذوي الصحابة وذويه وأصحابه وممن أحبوه بصدق فأحبهم صلوات الله. كيف بنا إذا رآنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسب عمرا أو رآنا نسب عليا؟ أهذا هو منطقنا أم هذا هو ما علمنا؟ يدعو إلى أن يحفظ أبو بكر وعمر وعثمان مثل هذا الأحمق الأبله الجديد اللي سوالك مؤتمر في النجف الأشرف وقال الخلفاء الأربعة. والله كلمة كانت حارقة للقلب. أنا تصدقون ليلتها طول الليل ترى أنا مو على بعضي كنت. الله يشهد. في النجف الأشرف شنو أقول؟ خلفاء الأربعة، شوف شلون يعبر، الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي، يعني جعل عليا رابعا. قل لي بالله عليك هذا أي تشيع؟ هذا أي تشيع هذا الذي يعترف بأربعة خلفاء رابعهم علي؟ وهذه هي البكرية بعينها. انزع إمامتك وإلا فتنزع منك رغما عن أنفك إذا لم تتب. هذه مقالة كفر. روح البس مثل مخالفين صير واحد منهم. جاي لي في عاصمتي في النجف الأشرف تؤخر عليا تجعله الرابع وباسم فاطمة الزهراء وتدعو للوحدة مع العمريين والوهابيين؟ الله أكبر. وتجعل أبا بكر وعمر وعثمان قامات شامخة، أكانوا يرضون بأن نقتل بعضنا بعضا؟ يا الشكل يعني يجعلهم مقياس. نعم كانوا يرضون، أصلا هم الذين أسسوا القتل. يا قوم اتقوا الله. التيار الصدري عليه أن يذهب لكي يلقن هذا الإنسان درسا، يقول له يا عاق، يا من عققت أجدادك، يا من عققت آبائك، هذا هو التشيع؟ لعن الله عمر للضلع هو الكسر لعن الله للضلع لعنهم.